صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. صفات سمية النبي صلى الله عليه وسلم يعني قطنا النبي سمية. الأصل أن يجعل الرجلين حذو المنكبين. أنا بلي بس موتا. يعني لا يفتح رجليه هكذا ولا يضم هكذا، يجعلها محاذية للمنكبين. وكذلك عندنا أنا أرى كثير فرج بين الصفوف، لا، الأصل أن يسد الفرجة مع المصلي، يصلي هكذا يسد الفرج. النظر دائما إلى موضع السجود، ينظر دائما إلى موضع السجود. يكبر، يجعل اليد مضمومة هكذا حذو الأذنين أو المنكبين. مضمومة الأصابع، يضم الأصابع. نعم، حذو الأذنين أو المنكبين. الله أكبر. ثم يضع هذا الباطن على الظاهر هنا. أو يقبض هكذا قبض. نعم، لا يستر يديه خطأ. ولا يضع هنا مثلا الخاصرة أو هنا على خطأ. يضع هكذا أو يقبض هكذا. ثم يستحب له هنا أن يقرأ دعاء الاستفتاح. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، أو غير هذا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الوارد عنه. نعم، سنة. سنة. نعم. ثم يستعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقرأ الفاتحة، الحمد لله رب العالمين إلى آخرها. فاتحة كفتان. ثم يؤمن يقول آمين. آمين. ثم يستحب له أن يقرأ ما تيسر من القرآن، آية فأكثر أو سورة، قل هو الله أحد مثلا. ثم يكبر أيضا الله أكبر مع رفع اليدين حذو الأذنين والمنكبين. يقبض على ركبتين. لا يثني المرفقين. يعني يقبض قبض هكذا على ركبتين ولا يثني المرفقين. يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة وجوبا. سبحان ربي العظيم وهوكاً. ثم يستحب أن يزيد سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمد سبوح القدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. بما ورد سبحان ربي العظيم تبحان يبين تبحانك لعبان. ثم الآن بين الركوع والاعتدال يقول سمع الله لمن حمده. إذا استقام هنا يقول ربنا ولك الحمد. ثم بعد هذا يسجد. سجود. نعم. يسجد على الأعضاء السبعة، لابد الرجلين تكون باطن الرجلين على الأرض. يباعد بين، يجعل اليدين إلى القبلة مضمومة الأصابع. لابد من سبعة أعضاء تكون على الأرض. وخاصة الرجلين.
كان سمحان يوم من كون يوم وقالينا لأن بعض الناس يضع الرجلين هكذا خطأ كان قائب لي جهو مساهمنا أو يرفع معه كذا خطأ أو يضع أحد على الأخرى خطأ لابد يضع باطن الأصابع على الأرض ما هو بين قائلنا لمن هون أيضا من الخطأ أن يضع هكذا برفقي هذا خطأ كان يقوم معنا نقوم بيجي كثير كان يجون ما يبقوا لابد أن يرفع المرفقين يقول مرة واحدة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ويستحب له أن يزيد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده سبوح قدوس رب الملك وروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ثم يكبر الله أكبر ويجلس جلسات الصلاة تكون على هذه الصفة يفرش اليسرى وينصب اليمنى يجعل المرفقين أطراف الفخذين هكذا اليد وإلا التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية يتورط مع الإشارة بإصبعين نعم هكذا يكون التورط نعم بعد هذا يسجد بين السجدتين يقول رب اغفر لي ويستحب له أن يزيد رب اغفر لي رب اغفر لي ثم يسجد ثم يرفع يقوم للركعة الثانية يأتي بالركعة الثانية كاملة ثم يجلس للتشهد يسلم فقط برأسه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله برأسه فقط بعض الناس يسلم هكذا هذا خطأ السلام عليكم ورحمة بمنكبي خطأ وبعض الناس يطأطئ هكذا برأسه أو يحرك يديه هذا كلها أخطاء في الصلاة نعم